عن دور الإعلام الوطني في مواجهة الإعلام المعادي، وكيف يمكن تطوير واقع الإعلاميين في ظروف الحرب. معنا الصحفي والإعلامي الأستاذ غسان فطوم، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، واسمحوا لي بدوري أتقدم بالرحمة لأرواح شهداء الإعلام السوري، وأخص بالذكر شهداء الإخبارية السورية بمناسبة الذكرى الأليمة لاستهدافها في مثل هذا اليوم. حقيقة هي جريمة بشعة بكل المقاييس، تدل دلالة قاطعة على الغريزة العدوانية عند هؤلاء الإرهابيين وكل من يدعمهم. جريمة بشعة لأنها منافية لكل المواثيق والأعراف وميثاق الإعلام الدولي. لكن سنستمر كما قلتم في مقدمة هذه الحلقة أو هذا البرنامج، لأننا مؤمنون بحتمية الانتصار. نعم أستاذ غسان، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم ذكرى تفجير قناة الإخبارية السورية في دروشا، اليوم نحن حبينا أنه يكون معنا زميل مثل حضرتك لترافقنا بمشوارنا الصباحي ونحكي أكثر عن الدور الإعلامي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا. لم يستطيعوا إسكات الصوت ولا إظهار الصورة الحقيقية. خلينا هيك نستذكر مع بعض ذاكرة حضرتك. نعم. خلال سنوات نعم. الحرب والعمل الإعلامي. بالطبع، طبعا ليس مستغربا أن يتم استهداف الإعلام السوري والإعلاميين السوريين، لأن الإعلام السوري أثبت على مدار سنوات الحرب الماضية أنه صوت الحق، صوت الحقيقة التي تؤلمهم. لذلك حاولوا استهداف هذا الإعلام والإعلاميين في محاولة منهم لتضليل الرأي العام العالمي، وخاصة الرأي العام في سوريا، من أجل إضعاف ثقة هذا الشعب بدولته، بجيشه، بقيادته. لكنهم كما أسلفتم وتفضلتم فشلوا في استهداف هذا الشعب، في استهداف هذا الإعلام، لأنهم اصطدموا بجيش إعلامي سوري مؤمن ومهني، ولديه إيمان قاطع بحتمية الانتصار على إرهابهم الأسود. أقولها بكل صراحة، الإعلام السوري على مدار سنوات الحرب شكل جبهة مقاومة حقيقية. نعم. هو إعلام مقاوم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، شكل حالة من المواجهة والتصدي للإعلام المغرض الذي حاول فبركة الحقائق وتشفيهها. وعندما عجزوا كان الاستهداف وتدمير وتفجير الإرهابية هو خير مثال على هذا الفعل الإجرامي. أيضا حاولوا كما تعرفون تفجير التلفزيون، مقر التلفزيون السوري، لم يتركوا وسيلة إعلامية سورية وصحفي سوري ينطق بحقيقة ما يجري إلا وحاولوا استهدافه. لكن نحن كإعلاميين عندنا إيمان قاطع بأننا رغم إمكانياتنا المحدودة قياسا لإمكانيات الإمبراطوريات الإعلامية، لكن عندنا حب وانتماء حقيقي لهذا الوطن، هو سلاحنا الأمضى في مواجهة هذه الغطرسة الإعلامية. لذلك نقول لهم من وفي هذه الذكرى الأليمة أننا مستمرون إلى الأمام على درب الشهداء الإخبارية وشهداء الإعلام السوري، ولن يستطيعوا أبدا إسكات هذا الصوت الحر الذي يدافع عن الحقيقة. إلى أي حد استطاع الإعلام الوطني مواكبة إنجازات الجيش العربي السوري؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. أقولها بكل فخر، استطاع إلى حد بعيد، شاء من شاء وأبى من أبى، رغم كل الانتقادات التي كانت توجه للإعلام السوري. لكن بالشق العسكري، بالشق الميداني، الإعلام السوري كان رديفا حقيقيا لانتصارات الجيش العربي السوري، وشكل جبهة إعلامية حقيقية واكبت هذه الانتصارات. اليوم كل وسيلة إعلامية في سوريا، سواء تلفزيون أو إذاعة أو محطة أو حتى موقع إلكتروني، لها مراسل حربي ينقل الحدث من قلب الميدان. هذا المراسل حقيقة يضحي بنفسه، يعرف أنه سيتعرض إلى المخاطر، ولكن كما قلت لك وقلت لكما، هذا الإيمان القاطع بحتمية الانتصار، هذا الحب لهذه المهنة رغم متاعبها، هو الذي أزعجهم. لأن شاهد العيان فقد مصداقيته. صحيح. عندهم اليوم الإعلام السوري هو مصدر حقيقي للخبر عند المحطات المغردة. تلاحظين في أي شاشة عبرية تأخذ عن الإعلام السوري، تأخذ مصدرها عن وكالة سانا، عن الإعلاميين السوريين. هم أصيبوا بحالة من الجنون عندما
حقيقة عندما استغربوا أنه كيف هذا الإعلام بإمكانياته المحدودة استطاع أن يجابههم، فحاولوا هذا الاستهداف لكنهم فشلوا وسيفشلون دوما. الإعلام السوري سيبقى في المقدمة، سيبقى رديفا لهذا الجيش الذي يسجل اليوم الانتصارات على كامل الجغرافيا السورية، ونحن بأقلامنا بأصواتنا بكلماتنا سنسجل الانتصار تلو الانتصار حتى نحتفل جميعا إن شاء الله قريبا بالنصر الكبير الذي يكلل صبر هذا الشعب وبسالة هذا الجيش وحكمة قيادتنا وصمود شعبنا العربي السوري. إن شاء الله يا رب. أستاذ غسان، يعني ذكرت جملة هي واكبناها كلنا، نحن إمكانياتنا ضعيفة ومحدودة، ولكن أثبتنا بجدارة، عندنا إيمان، عندنا إيمان صحيح، وعنا يمكن إيماننا بالمهنية ومهنية والإعلام السوري. خلينا نحكي عن نقطة، اليوم شفنا الإعلاميات البنات بالمقدمة أكثر من الشباب، والشباب أيضا اثنيناتهم أكيد بالتوازي مع أبطال الجيش العربي السوري في نقل الحقيقة، ولكن اليوم دور اتحاد الصحفيين شو هو؟ كيف عم ينصف حق الإعلاميين؟ كيف عم يكون واقف حدهم؟ وأيضا كيف عم يواكب مسيرة تطوير العمل الإعلامي ما بعد اليوم؟ شوفي، هلا اي نقابي صحفي او اتحاد صحفيين سواء في سوريا او في العالم لديه نظام عمل، لديه في نظام عمله حقوق له وحقوق عليه، فكل النقابات والاتحادات الصحفيه تحاول من خلال مجموعه من الاجراءات ان تحقق الامان للصحفيين، وايضا تدافع عن حقوقهم سواء المهنيه او الاجتماعيه. لكن للأسف في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في سوريا أو التي تعيشها كل الصحفيين في العالم، أحيانا ما تجدين هذه الحقوق أو هذه الواجبات لا يستطيع الصحفي أن يتحصل عليها بسهولة، لذلك تبقى مجرد حبر على أوراق. بالنسبة لاتحاد الصحفيين بسوريا أقول نحن في الشق الاجتماعي والشق المهني نحاول قدر الإمكان أن نوصل مطالب زملائنا إلى الجهات المعنية، نحاول قدر الإمكان أن نحقق أن نطالب سواء وزارة الإعلام أو سواء الحكومة أن تحقق شيء للصحفيين، يعني في من خلال لقاءاتنا المتعددة مع الحكومة كنا دائما نطالب بتحسين طبيعة العمل للزملاء الصحفيين، والحقيقة حقيقة تعددت المطالبات كثيرا، وكنا دائما نتلقى وعودا، ولكن لغاية الآن لم تتحقق هذه الوعود، وكلنا أمل نحن بزملائنا الصحفيين الذين نجحوا في الذين سيمثلوننا في مجلس الشعب القادم أن يكونوا سندا لنا للحصول على حقوقنا المشروعة من أجل أن نواصل النضال. نعم. ونكون رديف حقيقي للجيش. نحن رح نحكي أكثر، ولكن ما هو المطلوب اليوم من الإعلام الوطني لمواجهة الإعلام المضلل للحقيقة؟ خلينا نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور عربي المصري. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم ولكل جمهوركم الكريم، وكل عام وأنتم بخير. دكتور أنت معنا؟ معك أنا. تمام. نعم، صباح الخير دكتور. صباح النور لكم ولكل جمهوركم الكريم. أهلا وسهلا فيك. اليوم في ذكرى تفجير الإخبارية السورية، نعم، حبينا حضرتك من أهل البيت تكون معنا ضيفنا، وبالبداية خلينا نحكي كلمة لكل أرواح الشهداء الصحفيين يلي آمنوا بمهنيتهم وآمنوا بهي المهنة لإيصال الصوت والصورة والحقيقة. بداية الرحمة لكل شهداء القلم، شهداء الإعلام، دائما من يحاول أن يمسك قلم هو من يخاف هذا القلم بكل تأكيد. العالم كله تعلم دروس عديدة عبر محاولة إجهاض صوت الصحفيين، أنه يمكن للمجرم دائما أن يقتل صحفي، لكن لا يمكن له بكل الأحوال أن يقتل القضية التي يناظر من أجلها الصحفي. فكلما ذهب صحفي تجمهر عديد الصحفيين. يعني أنا بعطي دائما مثال للطلاب عن قتل صحفي كان يحقق في أعمال المافيا في أريزونا
الاتحاد الدولي للصحفيين نادى بالقصاص له، فكانت النتيجة أكثر من 500 صحفي تطوعوا لحمل القضية، ما أجبر المجرمين على تقديم القاتل، وألزم الحكومات أيضا على جعل هذه القضية محور اهتمامهم. دائما نكرر ونقول قتل صحفي لا يمكن أن يقتل القضية، على العكس تماما، العالم تعلم أن قتل الصحفي يمكن أن يضع القضية في محل الاهتمام. لذلك نكرر الرحمة لكل شهداء القلم في سوريا، وهم كثر الحقيقة، بعضهم ذهب في تفجيرات إرهابية، البعض الآخر حس المغامرة للأسف قادهم إلى المغامرة أكثر على خطوط القتال، لكن بكل الأحوال كل هؤلاء سيكون مثال وقدوة للصحفيين سواء الموجودين حاليا أو القادمين في المستقبل. دكتور، خلينا نحكي كيف استطاعت الإخبارية أن تنهض من تحت الرماد رغم كل الظروف الصعبة. حقيقة يعني زملائنا في الإخبارية الله يعطيهم العافية تجاوزوا تلك المحنة وعملوا من مبنى صغير في داخل الجامعة، يعني لا يتجاوز هذا المبنى قدرة خلية صغيرة على العمل، ومع ذلك من هذا المكان الصغير استطاعوا أن يستمروا في البث ويستمروا في تقديم الرسالة المطلوبة للناس، وهذا كان بمثابة درس، لأن الصوت الحر لا يمكن أبدا أن يسكت. لذلك هم مطالبون دائما بأن يكونوا أكثر مهنية، أكثر مصداقية، لكي يكونوا بمحل وبمكان الرسالة التي يحملونها وبقدسيتها التي ينادون بها ويذهبون بها إلى جمهورهم. الجميع في سوريا يعلم أن الصحفيين يعملون بظروف صعبة جدا، لكن هذا ليس مبرر لأن لا تكون هذه الرسالة على المستوى المطلوب، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة اليوم على ساحة الإعلام الدولي. يعني الجمهور ما له علاقة أبدا إذا كانت أنا ظروفي صعبة أو آخرين كانت ظروفهم متاحة وميسرة، هو لديه رسالة تتصله وبالتالي سيأخذ الخدمة الأفضل. فنحن دائما في سوريا صحفيون علمونا أنهم يضعون ظروفهم الصعبة خلف ظهورهم، لا يختبئون خلف الظروف لكن يخبئون ظروفهم خلفهم لكي تبقى الرسالة بالمستوى المطلوب. وبالتالي أنا أقول في كثير من الحالات هناك كثير من الدلات لإعلامنا مغفورة في ظل قسوة الواقع التي يعملون فيه، لكن دائما نبقى نطالب بأن تكون هذه الرسالة مثل ما قلت مهنيا شكلا مضمونا، والأهم مصداقية لدى الجمهور على المستوى المطلوب. صحيح. دكتور، نعرف أنه حضرتك مشغول وعندك محاضرات، نحن كتير انبسطنا بتليفون حضرتك، شكرا كتير لحضرتك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، وهذه الشمعة التي تشعلونها اليوم بالاستمرارية أعتقد ستكون هي البلسم وفاتحة الكتاب على روح كل شهداء القلم في سوريا إن شاء الله بوجود حضرتك. دكتور، شكرا كثير لك، وأكيد نحن ناطرين جيش من الصحفيين اللي رح يتخرجوا من كلية الإعلام حاملين معهم رسالة الصحفية بكل أمانة ومصداقية. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور عربي المصري. هلا بالختام استاذ غسان، ما هو المطلوب اليوم لحماية الصحفيين ومحاسبة من يستهدفون؟ بكل أسف يعني خلينا نكون صريحين، ما نتخبى وراء إصبعنا، لغاية اليوم لا توجد معاهدة دولية حقيقة فعلية لحماية الصحفيين في ظروف النزاع المسلح وظروف الحرب بشكل عام. للأسف هناك الكثير من القوانين التي والتشريعات التي تمت إصدارها على مستوى عالمي، لكن هذه القوانين الحقيقة لغاية اليوم لم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح. سأذكر لك إحصائية دقيقة، منذ عام 2007 ولغاية 2017 أو 18 وربما لغاية اليوم أكثر من 1025 صحفي تعرضوا للقتل،
في ساحات القتال وهم ينقلون الحقيقة صحيح. إلى العالم. السؤال، لماذا هذا القتل؟ لماذا استهداف هؤلاء الصحفيين؟ الطامة الكبرى أو ما يزيد الطين بلة أن من يستهدف هؤلاء هم يتشدقون بالديمقراطية والحرية ويدافعون عن الشفافية في الإعلام. نعم. لذلك أستاذ غسان، خلينا بس نحكي عن النقطة. أقيم العديد من المؤتمرات الصحفية وأيضا يعني للمشاركة في جلب حق الشهداء الإعلام وقتلة الصحفيين. خلينا نحكي شو طلع منا بعد هاي المشاركات وبعد هاي المؤتمرات العديدة. أنا بسميها حكي مؤتمرات للأسف، يعني نحن متعودين في إحنا لحد الآن ما في نتيجة واضحة. يعني للأسف قلت لك ليست هناك معاهدة دولية حقيقية قادرة أن تحمي الصحفيين في أيام النزاع المسلح وأثناء الحروب. لذلك هذه المؤتمرات، هذه الورش هي مجرد للأسف بهرجة إعلامية أنه نحن ندافع عن حقوق الصحفي. لا، اليوم نحن كنقابات صحفية، كاتحادات، اليوم المطلوب من الاتحاد الدولي للصحفيين، من اليونسكو، من مجلس الأمن، تفعيل هذه القوانين التي تحمي الصحفيين. وبالمناسبة نحن في سوريا موقعين على كل المواثيق والمواثيق الإعلامية التي تحمي الصحفيين. صحيح. ودائما ندافع ودائما نوجه رسائل إلى الاتحاد الدولي للصحفيين وإلى المنظمات أن تدافع عن حق الصحفي. اليوم هذا الصحفي الذي يعمل في ظروف صعبة لا يستطيع أن يستمر إذا لم يكن هناك من يحمي ظهره، إذا لم يكن هناك من يحقق له الأمان. كيف سأبدع في رسالة الإعلامية إذا كان لدي يقين وأنا ذاهب إلى المعركة ربما أقتل، ربما يتم إصابتي، ولكن طالب. أحد يهتم بي أو لا أحد يأخذ لي حقوقي. تمام، 100%. فالصحفي اليوم بحاجة إلى الأمان. نحن نعمل اليوم في اتحاد الصحفيين لدعم زملائنا الإعلاميين بكل ما أتينا من طاقة ومن قوة. لوين وصلنا؟ لدينا يبقى لدينا أمل في الوصول إلى الأفضل، ولكن في الظروف والإمكانيات الحالية نحن نحاول. مجرد أننا نحاول معناها ممكن أن نصل إلى شيء. قلت لك نحن في سوريا كصحفيين سوريين بحاجة إلى دعم حكومي. أعطونا الكثير من الوعود ولكن أخذنا القليل. قياسا للأداء الإعلامي السوري أنا أقولها وهو على هذا المنبر، الإعلام السوري اليوم هو أصدق إعلام في العالم لأنه ينقل حقيقة ما يجري بصدق، حتى بات مصدر للمواقع أو للإعلام المغرب. لذلك هذا الإعلام الذي ضحى وأعطى رغم إمكانياته الضعيفة أيضا يحتاج إلى الدعم. نحن في اتحاد الصحفيين لسنا جهة تنفيذية حتى نتحصل على حقوق زملائنا. لذلك قلت لكم في المجلس في مجلس الشعب القادم هناك مجموعة من الزملاء الصحفيين سوف يمثلون الإعلام السوري. نحن نعول عليهم أن يكونوا صوتنا الحقيقي في التحصل. نحن اليوم أكثر من 3 أو 4 مرات طالبنا بزيادة طبيعة العمل لزملائنا الإعلاميين اللي هي 12%، لم نتحصل عليها للأسف. دائما كان هناك للتريس. طيب لماذا للتريس؟ عندما عملنا حسبة بسيطة كم تكلف هذه الطبيعة بين قوسين حوالي 30 مليون ليرة سوري. اليوم 30 مليون ليرة سوري هي رقم أنا برأيي ليس بذاك الرقم الكبير. فلماذا لا يعطى هذا الرقم أو لماذا لا توافق الحكومة، لماذا تماطل الحكومة، أقولها بصراحة، لماذا تماطل في إعطاء حقوق الصحفيين المشروعة؟ كلنا أمل وسنبقى على الأمل سنحقق ذلك في المستقبل القريب. أكيد مستمرين بالرغم من كل الظروف الصعبة. نعم. خلينا نحكي عن رسالتك لكل الإعلاميين، لكل الصحفيين، بالرغم من الظروف كيف ممكن نستمر بالطريق الصح؟ طبعا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة أقول لكل الزملاء الإعلاميين كونوا على ثقة أننا سننتصر في حربنا الميدانية وفي حربنا الإعلامية. صحيح الظروف صعبة لكن إخلاصنا لهذا الوطن، إيماننا بترابنا، سيبقى إعلامنا إعلام المواطن، إعلام الدولة، الإعلام الذي لا يباع بحفنة من الدولارات لأنه إعلام وطن، والوطن لا يباع بكل كنوز الأرض. فالأمل كبير بأن يكون إعلامنا بصورة أفضل بفضل القائمين على هذا الإعلام. إن شاء الله يا رب الإعلام السوري بيضل مزدهر. أكيد. وصاحب الحقيقة الدائمة التي أوجعتهم صحيح، لذلك استهدفوه ويحاولون دائما
استهدافه، ولكن نحن شفنا بسنوات الحرب انه يعني الحرب ايضا هي حرب اعلاميه. 70% من الحرب على سوريا هي حرب اعلاميه. حرب اعلاميه. حاولوا منذ البدايه استلاب عقل المواطن السوري، حاولوا ان ياخذوه باتجاه اخر لاضعاف ثقته بدولته، ولكن اثبتت الدوله السوريه انها دوله قويه رغم الضغط الاقتصادي. قلت لك هناك ملاحظات على اعلامنا في الشان الداخلي. صح، ولكن ميدانيا لا احد يستطيع ان يبخس اعلامنا حقه. صح، نحن نريد ان يكون اعلامنا اعلام مواطن، اعلام نبض الشارع الحقيقي، ولكن هناك ظروف، هناك امكانيات تعاني منها الدوله السوريه ككل، والاعلام هو مراه حقيقيه للمجتمع. كل الظروف وثقت بالصوت والصوره، نبض الشارع دائما كانت الاخباريه السوريه متواجده بكل مكان. الاخباريه السوريه، الفضائيه السوريه، الاذاعات السوريه، الاعلام السوري بشكل عام تم استهدافه. تم استهداف الاعلاميين، تم تهكير المواقع الالكترونيه. لم تذكري قديش حجبوا الإعلام السوري كله، سواء فضائية أو إخبارية أو حتى الإعلام الخاص، حجبوها عن النايلسات. حاولوا تهكير المواقع الإلكترونية في محاولات يائسة منهم، ولكن دائما هذا دليل عجز. حتى الداتا بأغلب المحطات كمان تهكرت الداتا. حتى أنا حسابي الشخصي على الفيسبوك، ربما حساب الإعلاميين تم تهكيره ومحاولة تشويه سمعة الإعلام السوري، ولكنهم فشلوا وسيفشلون دائما، لأننا أصحاب حق وصاحب الحق دائما سلطان. لذلك لا خوف على الإعلام السوري ولا خوف على الإعلامي السوري. كلنا إيماننا بالمهنية اللي موجودة داخل الإعلاميين السوريين داخلنا ككل، ولكن نحن نتمنى إنصاف حقوق الصحفيين في سوريا وإعطائهم حقهم. لدينا على حقوق أكمل مشروعة وجه. نأمل في العهد الحكومي الجديد وفي مجلس الشعب الجديد أن تكون هذه الحقوق المشروعة ضمن أولويات العمل، لأن الصحفي بلا دعم مادي، بلا دعم معنوي، بلا حماية لا يستطيع أن يبدع في الرسالة. هو واجهة تماما كل شيء. الإعلام هو واجهة، هو مرآة، وبالتالي الإعلام إذا لم يدعم لا يستطيع الإعلام أن يقدم في ظروف صعبة ما لديه من إبداع. فيجب أن نهتم بالإعلاميين ونطور إعلامنا وأدوات إعلامنا، لأننا قادرون على فعل الكثير مهما حاولوا اسكات صوت هذا الاعلام. ان شاء الله. نحن استاذ غسان كثير بدنا نشكرك، وشكرا لحضورك معنا، شرفتنا. بذكرى تفجير الاخباريه السوريه، هي الذكرى الاليمه اليوم أليمة حبينا جدا. حضرتك تكون موجود معنا. الله يخليكم، شكرا كثير لكم، وتحيه لارواح شهداء الاعلام، وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. متشكرك، متشكر وجودك معنا، واكيد الاعلاميين مستمرين ليصل صوت الناس ونبض الحياه والشارع اكيد.